الفلسطينيين إلى نسبة الإسرائيليين يجب أن لا تعلو في القدس عن 30% إلى 70%. بالقدس الشرقية كما هو معروف لا يملك المواطن المقدسي جنسية إسرائيلية، ولكن يمتلك إقامة منحه وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل. ومع الوقت كمان سنت طرق مختلفة لسحب هذه الإقامة من المواطن الفلسطيني في القدس، وبالتالي صار ممكن بكل سهولة بناء على القوانين اللي المطبقة إنه الفلسطيني في القدس تسحب إقامته ويصير ما عنده بالتالي الحق في الإقامة في القدس، ويهجر قسرياً إما إلى الضفة الغربية أو إلى بلاد أخرى. هذا القانون ترتب عليه أنه أهل القدس الشرقية هم من أجانب، كأنهم أجانب دخلوا إلى القدس في سنة 67، وبالتالي حصلوا على الهوية المقدسية. كمان مشكلة لم الشمل، مجموعة كبيرة من الفلسطينيين في القدس بتجوزوا فلسطينيات، أو فلسطينيات بتجوزوا فلسطينيين من الضفة الغربية أو من قطاع غزة أو من خارج البلاد. كل فلسطيني بيتزوج من خارج القدس يواجه مشاكل. يحتاج المواطن المقدسي حتى يورث ابنه إلى شروط، منها أنه يكون مقيم في القدس وأنه يتزوج من مقدسية، وإلا إذا كان مش مقدسية يجب إثبات أنه ساكن مقيم في القدس ومركز حياته في القدس لمدة آخر عام. هذه الهوية بالإمكان سحبها في حالات معينة، منها غياب المقدسي عن بلده 7 سنوات، أو أنه حصل على إقامة دائمة خارج البلاد، أو حصل على جنسية خارج البلاد. فهذه المشاكل عملها بتشتت الأسر، فبرضو مركز العمل المجتمعي بيشتغل مع الأسر الفلسطينية على استخدام النوافذ الصغيرة الموجودة في هذا القانون يعني لمساعدة الناس المساعدة. كثير من السكان المقدسيين من اختار أن يسكن في الضفة الغربية نظرا لارتفاع المعيشة في داخل القدس، نظرا لغلاء الإيجارات التي قد تصل إلى $1,000 أو يزيد، علما بأن 75% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يثبتوا إقامتهم. هناك من المقدسيين أيضا الذين اضطروا للسكن مع أبوائهم في داخل بيت واحد، وكثير من الأحيان يعني احنا كمركز عمل مجتمعي موجود في البلد القديمة في مجموعة من البيوت في البلد القديمة التي لا يزيد مساحتها عن 40 متر يسكن فيها الآباء والأبناء. حتى حين يأتون إلى الداخلية لتجديد هوياتهم، الداخلية يمكن أن لا تصدقهم نظرا لاستحالة، حسب ما تعتقد الداخلية، استحالة أن يسكن 10 أو 15 فردا في الداخل بيت صغير مكون من غرفة أو غرفتين. كمان مركز العمل المجتمعي يقدم خدمات قانونية للجمهور في موضوع التأمين الوطني، في موضوع مثلا لمخصصات الأرامل، لمخصصات اليتامى، لمخصصات العاطلين عن العمل، كل هذا الموضوع، لأن الفلسطينيين بيدفعوا ضرائب باهظة ولكن برضو يحق لهم بعض الحقوق بناء على هذه الضرائب. فمركز العمل المجتمعي بيساعد الناس اللي بالعادة بيواجهوا مشاكل وتمييز لما يتوجهوا للمؤسسات الحكومية الإسرائيلية. منذ احتلال القدس السلطات الإسرائيلية بالرغم من واجبها حسب القانون الإسرائيلي وحسب القوانين الدولية لم تسمح ولم تسن لم تقوم بتعديل وإجراء مخططات اللي تسمح للناس بالبناء على أراضيهن. هذا الشيء وضع الناس في يعني أمام إمكانية واحدة ووحيدة إنه يقوم ببناء بيته بدون رخصة حسب القوانين الإسرائيلية. استعمال هذا القانون
أساسا يستعمل ضد السكان القدس الشرقية من أجل التضييق على سكان القدس الشرقية، إما عن طريق هدم منازل وإجبار على النزوح وترك القدس إلى مناطق الضفة، أو بالناحية الأخرى الناس اللي يضطروا إلى البقاء في القدس الإشي بيكلفهم مبالغ مالية باهظة عبارة عن مخالفات مادية اللي تصل إلى عشرات آلاف الشواقل، السجن الفعلي في كثير من الأحيان. والشيء الآخر هو وجود الناس دائما في ضغط نفسي وخوف من أنه في كل يوم ممكن تكون عملية لهدم البيت. في الحالات القليلة جدا اللي المخططات الإسرائيلية تسمح للمواطنين ببناء منزل بواسطة رخصة بناء، عملية البناء نفسها هي يعني شبه مستحيلة، لأنه نسب البناء هي منخفضة جدا لا تتماشى مع احتياجات السكان، وبرضه التكلفة المادية لإصدار رخصة بناء في شرقي القدس تصل إلى مبلغ لا يقل عن 100,000 دولار في كثير من الحالات. عادة إذا الشخص اتهم بهذا الإشي بيواجه عقوبات جنائية بالإضافة لأوامر الهدم، وفي طبعا مئات المنازل التي تهدم بناء على هذا التبرير. فمركز العمل المجتمعي بساند أهلنا في القدس في أنهم يدافعوا عن أنفسهم في المحاكم الإسرائيلية إذا توجهت لهم تهمة البناء بدون ترخيص. وفي الآونة الأخيرة برضو المخالفات زادت بشكل كثير كبير، سجن فعلي لكثير من الناس. إضافة لقوانين التخطيط والبناء العادية، فبلدية القدس تلاحق يعني سكان القدس الشرقية في قوانين أخرى كثيرة غير قانون التخطيط والبناء، بالتضييق عليهم بإمكانيات إصدار رخص لفتح متاجر، وكثير من الناس اللي بيستعمل متجر له بدون رخصة من بلدية القدس يعني بيكون موجود أمام خطر إغلاق المحل التجاري، أو حتى في كثير من الأحيان هدم المحل التجاري وإغلاق المحل التجاري بسبب عدم وجود رخصة لاستعمال تجاري للمتجر تبعه. معظم المواطنين اليهود ما في عندهم إشكالية بإصدار رخصة، خاصة إنه برضو المخططات اللي موجودة في غربي القدس تسمح بالبناء لطوابق عديدة وبنسب بناء عالية جدا. بالمقابل رخص البناء التي يعني حصل عليها المواطنين المقدسيين هي قليلة جدا، وفي مناطق يعني محددة بالفترة الأخيرة، فقط في منطقة ممكن بيت حنينة شعفاط، ولكن في منطقة البلد القديم على سبيل المثال منذ احتلال القدس بال67 يعني لم يتم إصدار أكثر من 4 أو 5 رخص بناء. إحنا بنحكي عن فترة اللي هي فترة طويلة جدا. وهذا الحال هو برضو الحال المشابه لمعظم المواطنين المقدسيين في معظم أحياء القدس. فرخص البناء هي للمواطنين الفلسطينيين هي معدودة وقليلة جدا، ولا يمكن مقارنتها في غربي القدس. فالمواطن المقدسي موجود بحالة اللي ما في قدامه كثير حلول غير أنه أو بده يرحل من القدس ويترك أرضه ويترك بيته، أو الإمكانية الثانية أنه بده يقوم بالمحاربة للثبات والبقاء على أرض وبيت. هذا الإشي بكلفه ثمن باهظ جدا، إما بتهديد بيته بالهدم، وإما بدفع غرامات مادية كبيرة جدا، أو السجن الفعلي. وهي ضريبة الاحتلال وضريبة المقاومة اللي بدفعها كل مواطن مقدسي في شرق القدس. إحنا المجتمع الحقوقي في فلسطين، مجتمع حقوق الإنسان، بتلاقينا موجودين بفجوة عجيبة. من ناحية إحنا عمالنا بنتعامل مع قانون غير قانوني، اللي هي شغلة شوية يعني فيها سخرية نوعا ما. القانون المطبق هو غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، ولكن هو القانون اللي نافذ على الأرض، هو القانون اللي فيه له شرطة بتحميه، وفيه له جيش بيحميه، وفيه له مؤسسات دولة، وفيه له. فبالتالي إحنا استراتيجيتنا عادة هي إنه إحنا نحاول نساعد المواطن الفلسطيني قد ما بنقدر حتى في هذا القانون الغير قانوني، مع علمنا إنه بنفس الوقت احنا لازم نرفع صوتنا في الدعاية للعالم بانه كل هذه السياسات اللي انا حكيت عنها هي سياسات غير قانونية.